طبعاً حنا استقبلنا اليوم سليمان وشرفنا ونورنا بفقرة المطبخ والله. للأمانة يا شباب أسألكم بالله سعيدين في تواجد سليمان؟ أي أيوة والله صدق والله أني أتكلم في الحلقات اللي أمس أنا أعتبره صار منه وفينا سليمان نورنا والله نور أنت من رفحة صح؟ ايه؟ أنا ترى عشت برفحة 5 سنوات وأعرف أهل رفحة وطيبون وكرم والي أي والله وش يعرف برفحة أحشره يا وش يعرف برفحة؟ بعرف شارع السوق الشارع العام الحديقة اللي على الطريق العام أيوة. اللي فيها شجر الزيتون أيه. صح؟ صح يا ما حشت زيتون من حديقة رفحة حشر كان طيب بختام تواجد سليمان معنا بالفقرة طبعا شرفنا ونورنا للأمانة وأضاف للفقرة الشيء الكثير وأضاف لي أنا على الصعيد الشخصي الشيء الكثير أبو علي بس دقيقة كلمة أخيرة توجهها لنا في المطبخ وكلمة أخيرة توجهها للناس اللي يتابعونا يا سليمان قبل يعني تطلع من فقرة اليوم المايك لك يا سليمان قول أول شيء أبدأ من هنا ولا هنا لا من عندنا حنا هي 7 أيام شدوا حيلكم اسمعوا نصيحة سليمان يا شباب هي 7 أيام شدوا حيلكم بالذات بهاج يا شباب السعد ويونس يا حبيب شباب السعد واحتزم وكلمة طب أنا بك تعطي نصيحة للثلاثة الباقي منا أنت تقول بالذات بهاج طيب نبي شيء خاص خالد الدوسري عبد الله الشهراني عبد الله الشهراني يتكلم بصيغة لكم ايوه بالذات بهاج لو سمحتم يا شباب لو سمحتم الله يعطيكم العافية كمل استاذ سليمان هي يعني للكل بس يعني الاهم بهاج الى الحين يعني باتل انت الله يجزاك خير تدري شلون ما نبغى شيء للشباب نبغى شيء للناس اللي يتابعونا شو اسمه قال النبي انا وكف اليتيم بالجنة كهتين كملوا تكفون بالله عشان الجمعية وتستانس كذا مع السلامة الله يحفظك يا حبيبي فرصة سعيدة وشرفتنا الله معك يا سليمان ونشوفك على خير باذن الله السلام عليكم يا هلا حياك الله نشوفك على خير يا ابو يونس الله يحفظك مع السلامة يا شيخ الله يحفظك بإذن الله بأننا تواصل بعد البرنامج بإذن الله عصير عصير رضو. دقيقة دقيقة أبو علي يصب لك عصير لا لا دخلك استاهل يقول سلمني سلمني على هذا دقيقة الله يبليس الحين هذا سمي الشيخ لا بس ما يجي هذا عصير يقوي للعضلات يلا شوفك على خير يا ابو مع السلامة يا هلا طبعاً